طريق الأمل 3500 فدان، القرية السكنية انشئت على مساحة 90 فدان، فيها 530 منزل ريفي، فيها وحدة صحية، يعني جميع الإمكانيات بتاعتها، فيها سوق تجاري. ده السوق التجاري. كمان الصوب الزراعية، استلمها الجهاز الوطني للقوات المسلحة، جهاز الخدمة الوطنية. عندي 514 صوبة زراعية و 68 بيت صوبة زراعية، كل دون تبع قرية الأمل وكله بينتج. حضرتك احنا هنا قرية الأمل دي مكونة من 500 خريج، 250 إسماعيلية و 125 دهلية و 125 غربية. عندنا كل حاجة في القرية، هي دي القرية، دي قرية نموذجية، أول قرية نموذجية على مستوى الجمهورية. تعالى أنا بعين مشكلة. هنا منفصلة عن الأرض، والأرض مش موجود فيها كهرباء. بديت إن أنا أجيب طاقة شمسية عشان أحطها، عشان أعمل زريبة في الأرض، غرفة معيشة، عشان نعرف نعيش، عشان إحنا فلاحين. إحنا هنا بنتجمع كلنا، عندنا مانجا أجنبي ومانجا سكري ومانجا زبدة